اعرف دينك. فلا تدري أي عملك المقبول، وإياك ثم إياك أن تستصغر عملا من أعمال الخير، بل سابق وسارع كما قال الله عز وجل: سابقوا سارعوا لا تتوانى ولا تتأخر أبدا. أختم معكم بهذا الحديث العظيم، وانتبه إليه جيدا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عند جويرية بنت الحارث زوجته أم المؤمنين لصلاة الفجر، وتركها في بيتها تذكر الله وتقرأ القرآن وتصلي، ثم رجع إليها قرب الضحى، يعني تركها ساعة ساعتين. المفاجأة وجدها في المكان الذي تركها فيه، اتعجب، قال: ما زلت على الحال التي تركتك عليها؟ قالت: نعم، ما قمت من هنا، لا زلت على الحال من الذكر والاستغفار وقراءة القرآن. تخيل ماذا قال عليه الصلاة والسلام، قال: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت سائر اليوم لوزنته. مسألة مش بالكسرة، ليه بقى ساعتين ذكر واستغفار وأعمال صالحات وهو يقول أربع كلمات ثلاث مرات وهو أثقل بهذه الكلمات؟ ده مش لو خلت ساعتين بس، لو قعدت اليوم كله تذكر تستغفر وتقرأ القرآن ولم تقل هذه الكلمات الأربع وهو قالها، هو أثقل بهذه الكلمات. هذه الكلمات أثقل في الميزان. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ثلاث مرات. هذه من أذكار الصباح والمساء. سبحان الله وبحمده كم مرة؟ عدد خلقه. أنت بتقول كأنك تقول: يا رب أسبحك بعدد ما خلق، وانظر كم خلق الله منذ خلق السماوات والأرض، لا تستطيع أن تحصي. سبحان الله عدد خلقه ورضاء نفسه. أسبحك يا رب حتى ترضى وزنة عرشك، والعرش ده حاجة خيال ما تستطيع أن تأتي إليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أذن لي أن أحدث عن ملك، ملك واحد من حملة العرش، وحملة العرش يوم القيامة ثمانية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. أما دلوقتي هم كم ما نعرفش، ملك واحد بس مش هيوصفه لك وصف كامل، لا، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 3 سم عندنا. هذه المسافة في جسم الملك كما بين السماء والأرض. لا إله إلا الله الملك، ملك واحد بس، الحتة دي حجمها قد السماء، بين السماء والأرض، يبقى العرش قد إيه؟ ما تستطيع أن تأتي على وصفه. فأنت تقول: أسبحك يا رب بزينة عرشك ومداد كلماتك. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. فاحرص على هذه الأعمال، لا تتكاسل، لا تقل أخرج أنا وخلاص هتندم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.